أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة
القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang terhormat, selanjutnya.